بدي اشتري غرفتنا. مجهز الغرفة اللي جنب المطعم مشان تصير إلي. تروحي نشتريها سوا؟ أنا؟ إذا ما بتتضايقي. قلت لحالي رأيين أحسن من رأي واحد. أكيد ما بدي. فوت. من وين بدك تشتريها؟ ما بعرف. أنت ما بتعرفي شي محل بيبيع مفروشات؟ بلا في، بس بعيد من هون شي نص ساعة بالسيارة. مو مشكلة، سيارة ماجد معي. نمشي؟ بعدين بتجيب البيت، بدي اتحمم وغير تيابي. بستناكي. خلاص خلاص، أنا ما بدي أحرجك. هيثم، خليك ما تفل. أنت زعلان مني شي؟ لا، أنا ماني زعلان. أنت اللي فكرتي إنه أنا اللي خبرت أبوكي. أنا ما عم بحكي عن هذا الموضوع. لكن عن شو عم تحكي؟ عن أني جبت سيرة بنتك. بعتذر، ما بعرف ليش عملت هيك، مع إنه هي ما خاصة بالموضوع، بس أنا كنت كتير مضايقة من اللي عملوا بي معي. اللي صار كتير بشع. تخيل إنه بعد كل هالسنين بي مفتكر إنه هو في يرجع يجي يبهدلني ويهددني. بيحكي معي كأني هيك ولا شيء. والأبشع من هيدا كله إنه بي معه حق. لأنه أنا بعدني ضعيفة ومستسلمة. ما عندي حدا يدافع عني. هالقد أنا ما بستاهل حدا يحبني ويوقف حدي؟ هالقد أنا ما بستاهل أعيش حياة طبيعية مثل كل الناس؟ هذا الحكي مو صح. صباح، أنت اللي حابسة حالك بهذا البيت. أنت اللي ما بدك حدا يوقف جنبك أو يحبك. أنت اللي هربانة من الحياة والحياة هربانة منك. امشي امشي، خلينا نطلع ونغير جو ونكفي كلام على الطريق. انا ماني سرسارة، انا بحفظ سر. ايه اللي عم تقليلي بعد ما فضحتي كل شيء؟ بستناكي.